طبعا بنرحب فيكم جميعا، ومثل ما بيقولوا مشوار الألف ميل بيبدا بخطوه، تمام. فالحمد لله انه انتم قررتوا انه تبدوا هالخطوه هي. ودائما بصراحه العمل الجماعي والمؤسساتي عمل فيه تحديات كثير كبيره، تمام. ولما بدانا نحن حقيقه من 6 شهور مع الاطباء، يعني كنا كثير متخوفين وقلقانين من هالموضوع هذا، بس حقيقه تبنيهم للموضوع الاستراتيجي، تبنيهم لموضوع فكر العمل المؤسساتي، ورغبتهم في تحقيق شيء معين في اوروبا، تمام، وضع بصمه كان كثير مشجع. واحنا يعني حتى كنا فعلا اقرب الى الدهشه من الرضا، يعني الطريقه اللي التفاعل اللي كان فيها، الطريقه اللي حصل فيها استجابه، تاسيس قاعده بيانات، التواصل. يعني انا اذا قلت لكم انه في الان شيء يدرس في بجامعه اسمها برايتون ببريطانيا، في شيء اسمه ماجستير اداره المعرفه، تمام. صدقا وبدون مبالغه انه في كثير من الاشياء تطبق بهال الجهد بدون الاشخاص ما تعرف انه هذا اداره معرفه او انه هذا شيء اكاديمي اللي عم يصير، تمام. فان شاء الله هذا الشيء ببشر الخير، وبالتاكيد يعني رغبتكم وصراحه هالعدد الجيد من الحضور بينم على انه في رغبه صادقه. فطبعا احنا عملنا شيء سميناه استراتيجيه الاندماج الذكي 2025، تمام. لانه اي عمل يعني يا اما بده يكون عمل عفوي وفجائي، فقاعه بتبدا بعاطفه وبعدين بتنفس، يعني 15 شخص او 20 شخص بيجتمعوا بيتحمسوا، بعد فتره بدون منهجيه بيصيروا ال 20 بيصيروا 10، بعدين بيصيروا بخمسه، بعدين كل واحد بيروح لحال سبيله، تمام. او لا، يبدا العمل بطريقه منهجيه بنفس طويل، تمام، ولكن برؤية بعيدة واضحة. العمل بيكون شوي شوي وببطء وبتؤدي، وبالأخير في نتيجة بتتحقق بتكون، تمام. وطبعا الحمد لله أنه أنا يعني كنت في عدة مشاريع فيها تحديات، منها كان مشروع رؤية أبو ظبي 2030 اشتغلنا فيها الحقيقة، وقدرنا نحقق نجاحات وإنجازات، ويعني كانت جيدة جدا. فبتوقع انه الامكانيات الموجوده عندكم كمحامين كمثقفين هي عامل حقيقه قوه ومساعد في هالمجال هذا. فتسمحوا لي انا اعرضكم الاستراتيجيه بعدين ان شاء الله نتكلم بتفاصيل ثانيه. قبل ما بلش، طبعا شايفين هيك واضح عندكم واضح الضوء الاحمر، ما هيك؟ طبعا كود ريد. طيب قبل ما نبدا انا حابب بس نلعب معكم لعبه صغيره، تمام؟ ايه تسويق، ما هيك؟ تمام. بدي اطلب منكم تغمضوا عيونكم هيك لمده ثانيتين وتتخيلوا انه نحن الان عايشين، يعني الان في سنه 2025. مو صغير يعني. وبعدين في سنة 2025، تمام، وبدي اياكم تتخيلوا انه انتم نزلتوا على الشارع، تمام، ومثل عادي مسكتوا الجريده وحتقراوا فيها خبر على الصفحه الاولى، تمام. غمضوا عيونكم، اللي ما حيغمض عينه ما حيروح معي على 2025، شايفكم؟ ها، اللي مو مغمض عينه ما حيروح معي. غمضوا عينكم. انا اتبعت ال 2020 استراتيجيه مو ال 25. لا ال 25 دكتور، يلا غمضوا عينكم. ما راح نسافر قبل ما غمضوا عينكم. افتحوا. وصلنا على 2025 وقرانا هالخبر. عمدة المدينه جميل. ربما يكون هو نفسه، ربما يكون شخص ثاني، انما هو رمز. تمام؟ في الصفحة الأولى عمدة فيينا يشكر المحامين العرب على نجاحهم في تحقيق استراتيجية 2020. طبعاً هي كانت استراتيجية فيينا اللي أصبحت الآن 2050.
اذا انت خلص سنوات دكتور عندك 30 سنه تمام. مين بيعرف شنو السارجين فينا 2050؟ سمعتوا عنها قرأتوها. الانسان لما يعيش في مكان في بيئه لازم يعرف البيئه اللي هو عايش، لازم يعرف الارض اللي هو ماشي عليها صح؟ لانه انت اذا ماشي على بيئه ما بتعرف شو هي تمام بدك تضيع، بتلاقي نفسك انت منفصل عن الواقع عايش في شيء مستقل بالظبط. مين حدا بيعرف شو هي سارجين 2050؟ عندك عنوان يمكن المدينه الذكيه او هيك شيء احسن بس تفاصيل ما عندي. استاذ علاء في هون مثل الماني بيقول إيه؟ فينا بودل استروتشي الارض فيينا بتزحلق صح بينتبه الواحد عليها. انا بشكرك انا عن جد انا بشكر الدكتور تمام لانه شايفين هذا الكلام اللي حكاه جدا مهم. الدكتور تمام الان حكى نقطه جدا جدا مهمه، ارض فيينا زلقه، يعني احنا لما نكون الارض ثابته وصلبه تمام لازم نعرف شو اللي حوالينا، كيف اذا كانت الارض زلقه فلازم اكثر حذر اكثر معرفه بالبيئه اللي نحن عايشين فيها تمام. فباختصار استراتيجية فيينا بتقول ان تكون فيينا المدينة الاكثر ذكاء في اوروبا وان تكون مدينة الابتكار والبحث العلمي. شو يعني هذا؟ يعني بيعني انه في ابحاث بدها تصير، يعني في علاقات بدها تصير، يعني في قد تحتاج الى نزاعات صراعات وهنا تحتاج الى محامين قادرين على التعامل مع القضايا هاي، قضايا جديدة تمام. فاذا ها هي اللي بدنا نصبر. طبعا هذا الشيء مو صعب تمام. انا شخص السنه الماضيه تمام قدرت احقق انجاز عالمي للنمسا بالفوز بجائزه افضل ممارسات على مستوى العالم تمام. هاي الصوره انا يعني وضعتها مش تفاخرا، مع انه انا بحيل افتخر بنفسي تمام. تمام انسان عربي موجود في النمسا، تم ترشيحي باسم النمسا، حققت جائزه عالميه، بحق لي وبكل قوه انه افتخر صح يا دكتور تمام. وبحق انت كمان ايش المشروع تمام، ايش المشروع اللي نجحت فيه يعني. هو حقيقه شيء اسم الاي سي دي ال تمام. كيف انت بتستخدم هي شهاده ببرامج الكمبيوتر الاكسل والاكسس والباوربوينت تمام. ولكن الجائزه بتكون انت كيف طبقت هالمفاهيم هاي في مشاريع في حياتك او في عملك او في دراستك تمام. انا بالنسبه لي قدمت في كان مشروع اسمه حوكمه المعرفه تمام، مشروع طويل اللي بحب انا ممكن ان شاء الله نتكلم عنه فيما بعد بس مشان الوقت تمام. كيف استخدمنا البرامج هاي؟ انا عملت شيء اسمه داشبورد. داشبورد يعني انت لما تسوق السياره تمام بيطلع قدامك على الشاشه مؤشرات وعدادات الزيت البنزين الى اخره تمام. هذا نفس الشيء انت كشركه تمام كمدير شركه بيطلع عندك استخدام الداشبورد، بتعرف كيف اداء الشركه عندك، شو الكي بيرفورمانس انديكيتورز تبعك. مشروع طويل ان شاء الله يعني ما بدنا نخوض فيه ان شاء الله في بالبر. بس ليش انا ذكرت هالموضوع تمام؟ ذكرت الموضوع هذا لانه لأنا لو وصلت لحتى اقدر احقق النجاح او لحقق الانجاز هذا ما وصلت لوحدي، يعني ما فجاه انا صحيت لقيت نفسي يعني كنت نايم تمام بالليل الصبح لقيت نفسي فايز بجائزه عالميه. لا، انا كان في عندي زوجي اللي هو وزير خير وقفت جنبي قدمت لي الدعم الكافي والكامل، هيئت الجو تمام لحتى انا اقدر فعلا اني اتفرغ دراستي لأموري لحتى أقدر أتميز تمام. فبالتالي الرسالة اللي عندي أوصلها إنه النجاح والتميز تمام بده أشخاص، بده بيئة، بده منهجيات تمام. هالمنهجيات إذا توفرت فالوصول إلى التميز سهل. فنحن بالنسبة لنا طبعا تمام لحتى نصل هدفنا 2025 ونتكرم ونكون من افضل الجاليات العربيه اللي تستطيع ان تفوز بالجائزه تتكرم من قبل عمده فيينا تمام. شو الطريقه؟ شو المنهجيات اللي نحن ممكن نمشي فيها تمام؟ هذا هو سمارتر انتجريشن 2025.
هي ملخص المشروع انه نحن نصل برؤية معينة، نصل انه نكون احنا المحامين العرب افضل محامين بيطبقوا منهجيات ومعايير التميز الاوروبية، مش كيمياء، تمام؟ في معايير بنطبقها بنفهمها ندرسها، نتصل بالاي اف كيو ام موجودين ببروكسل بدهم احنا هذا النموذج حنورجيكم اياه الان نعرضه عليكم، تمام؟ قائم على إدارة المعرفة، قائم على تبادل المعلومات، قائم على تسريع الوصول للهدف، تمام؟ وبالتالي تضافر الجهود بيوصلنا لهالشيء هذا. طيب شو المشكلة؟ يعني اللي احنا طلعنا منها من السعوديه، ليش فيينا والنمسا وطبعا اللاجئين اللي اغلبهم اطباء او محامين اجوا للنمسا وحيبداوا مشوار، صح؟ التعديل، مشوار تعلم اللغه، تمام؟ ليش؟ شو المشكله؟ تمام؟ كيف وشو جدول الزمني؟ شو الاطار الزمني؟ تمام؟ هالصوره شو بتوحي لكم؟ هذا مشكلة. مشكلة. عدم استخدام الصحيح. مشكلة إيه بس لا عدم إيه معنى. عدم استخدام الإمكانيات. عدم استخدام بشكل صحيح. عدم استغلال بطرق. لما يكون في طرق كثيرة لأن الشغلة واحدة بتضيع واحد أكثر. لا بعد الجدار في أنا. تمام حلو. عدم استخدام الإمكانيات. بس أنا شوفه هو الأمال. تمام عنده هم إنه. توفيق من رب العالمين. الله يسلمك. الحمد لله. توفيق من رب العالمين. فلذلك يعني اللي بدنا نقوله نحن دكتور كمان حيدر المشكور انه يعني كيف احنا يعني نسخر الموارد هي بالشكل الصحيح. طبعا عندنا اللاجئين واللي هم او اللي حصلوا على حق اللجوء هم عباره عن موارد ولكن اقل تقدير 5 سنوات، يعني الواحد منكم لبين ما يجي ويروح ويحاول ياخذ كورس من الاي ام اس، صحيح؟ آينز وبعدين الكورس الثاني بعد 6 شهور ما بيخلص بيتس واي إلا بعد مضى أو بدأ يفكر إنه يشتغل بعد 4 أو 5 سنوات على الأقل تقدير. فنحن قلنا لهم ليش في حاجة لحل عاجل سواء من طرفنا نحن أو من طرفكم أنتم كحكومة، تمام؟ طبعا بالنسبة للحكومة تكاليف مادية أقل بدل ما تستخدموا أنتم سلالم بطريقة عشوائية، تمام؟ التكلفة التقديرية إلى عام 2019 12.3 مليار يورو، لو تم استخدامها بطريقة أفضل قد يكون النص أو أقل من النص. طيب بالنسبة للأشخاص اللي هم في البرنامج حيكون طريق أسرع للنجاح، تمام، واندماج أفضل وسلس أكثر بالمجتمع، تمام. فإذن شحنا شو هدفنا من هذا الكلام من الاستراتيجية تبعنا، تمام؟ لما احنا بدأنا طبعا مع الاطباء كان 2015 قلنا لهم انه نحن الان ب 2015 متلقين مساعدات اجتماعيه، تمام. الان احنا بالنسبه لنا حنبدا ب 2016، تمام. في عندنا المرحله الاولى اللي هي مرحله التمكين. انا جاي ما بعرف لغه، ما بعرف مع مين اتواصل، كيف اتواصل، تمام. فبدي انا تمكين بحيث يعني اختصار الزمن، تمام، الى ان اصل المرحله الثانيه ب 2019، تمام، اللي هي قدرت انا انه احصل على عمل وعدل شهادتي وساهم باستقرار الاجتماعي والاقتصادي للنمسا من خلال دفع الضرائب. المرحله الثانيه هي الاستراتيجيه اللي قالت عنها فيينا، تمام، المرحله السمارت، يعني انه تكون هي المدينه الذكيه. ب 2025 انا اصبح عندي ناس، تمام، انتقلت من هالمرحله هي، اتدربت على شو هو مفهوم السمارت، مفهوم التميز، شو هو المنتدى الاوروبي، شو هي معايير التميز، كيف انا اطبقها على عملي كمحامي، تمام، وكيف انا فيني ساهم فيها. انا بالنسبه لي حتى لو يعني ما ساهم، انا لما مذهب المحاماه تبعي او مجال عملي يكون قائم على التميز، هذا بحد ذاته فائده. يعني حتى لو انا ما وقفت واخذت جائزه من عمده فيينا ب 2020 او 2050، تمام، يكفي انه انا تعلمت هالمبادئ التميز. طبعا هذا الشيء عندي خطوات اللي هي التاسيس،
فريق الأبطال اللي هم في عنا ناس نمساويين. الأخ محمد جبري أنا بحييه، هو واحد من الناس اللي معانا، حضر الاجتماعات الأولانية وهو أحد أعضاء فريق التيم فور هيلدن، وعنده مشروع هلا حيكلمنا عنه إن شاء الله بعد قليل، تمام، بهل السياق هذا، تمام. بعدين بحط أنا الرؤية الاستراتيجية، بحط عندي أنا خطط إدارة أداء، لأنه أنا لازم أداء يكون مبني على خطط واضحة بناء على شيء موضوعي مش على شيء شخصي. يعني مثلا لما أنا بجي أقول الدكتور بسام عم يشتغل معنا بطريقة من أجمل ما يكون، تمام، الدكتور تمام بيقول والله علاء يا أخي إنسان متعب مزعج ما بدنا نشتغل معه، طب بناء على شو؟ أنا بناء على شو قيادة الدكتور بسام؟ الأخ محمد لما يقول يا أخي أنا ما عجبني هالجماعة ما عم يشتغلوا، طب بناء على شو؟ ماشي؟ بناء على شيء موضوعي، تمام؟ نجي للمرحلة بعدها اللي هي السمارت جزيل شات، اللي هو أنا برامج التوعية والتدريب على مفهوم التميز ومعايير التميز، تمام؟ والتوصيل الفكرة، بعدين تدريب المدربين والتحكم والتحسين المستمر في البرنامج. بتمنى منكم تحفظوا لي كلمة تحسين مستمر لح تمر معنا بعد شوي. هي عم ساعدكم، تمام. إذا هدفنا النهائي شو هو الهدف اللي نوصل له احنا؟ أستاذ ظفر؟ 2025. شو هو؟ ناس أذكياء للمجتمع. نعم. تمام. طيب الآن أي تغيير موضوع مش سهل، صح؟ موضوع بده تأني إن كيف أنا أمشي من غير ما أكسر الدنيا، تمام؟ طيب كيف أنا بقدر يعني أبني عملية التغيير عندي الآن؟ إحنا مقبلين على مرحلة، تمام؟ نجمع بعض ونغير منهجية تفكيرنا وننطلق نحو هدف، نحو رؤية تجعلنا فعلاً إحنا المتميزين. وأنا بتحداكم إذا بتروحوا أي جالية موجودة في النمسا، تمام، عندهم نفس المنهجية التفكير، تمام، بهالطريقة هاي إن شاء الله فعلاً حنكون إحنا إذا قدرنا إذا حققنا الاستراتيجية إحنا قادرين نحققها نكون فعلاً الجالية المتميزة. طيب أول شيء في شيء اسمه تحليل، يعني أنا مثل ما قال الدكتور تمام حكى كلمة مهمة، شو هي؟ فيينا أرض شو؟ زين. فأنا قبل ما أنطلق، نعم، أحسنت، ولحتى أنا أنطلق بسلام شو لازم أعرف؟ لازم أول شيء أعرف إمكانيتي، أعرف الأرض بدي أنطلق عليها، أعرف طيب لو بدي أنطلق. حلو كتير. أول شيء إمكانيتي، شو لازم تعرف بإمكانيتك؟ أنت كشخص بدك تنطلق. أنا إمكانيتي لحتى أعرف إمكانيتي أول شيء بدي أكون شوف ال شو لازم تعرف عن حالك؟ بالطبع لازم اعرف عن حالك انت شو لازم تعرف؟ مستوى خبرتي، احسن، مستوى اللغه اللي بنتعلم فيها، مستوى العالم اللي بدي خوض معه هذا المشروع، احسن، يعني استراتيجي هذا، احسن، يعني انت لازم تعرف شو نقاط القوه تبعك وشو نقاط الضعف تبعك. نعم. طيب شو الشيء الثاني لازم اعرفه لاستاذ ظفر؟ الان انا عرفت نفسي، شو لازم اعرف؟ شو التحديات، احسن، التحديات والفرص، والفرص المتاحة لي أنا، شو عندي فرص متاحة لي في النمسا، تمام، وشو التحديات موجودة قدامي، تمام. بعدين في عندي شيء اسمه الفجوات، تحليل الفجوات، أنا شو عندي فجوات لازم أبني عليها، الفجوات هاي شو بتأثر علي بإيش بأي مجال، تمام. المخاطر اللي حوالي، تمام، مثلا أنا في عندي تخوف في مثلا نقاط المحامين ما بدي يعني انا عدل في لانه هي عندها نمساويين بدهم يعدلوا الى اخره. طبعا احنا عم نفترض فهذا اللي احنا لازم نفكر فيه، لازم نحسبه من التحديات طبعا. طبعا 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 تمام. طيب شو كمان لازم اعرف؟ جهات الجهات المهتمه تواصل مع المهتمين، نقاط تواصل معها تماما، مثلا نقاط المحامين، الانتجراسيون فوند، هي اللي قال عنها الفرص او بالضبط، يعني الجهات اللي انا تواصل معها لحتى احقق الغرض تبعي. اذا ملاحظين انه انا بطيء او شيء خبروني مشان انا استعجل، بالعكس تمام. الان احنا حددناها،
صفي انه بتواصل معه الدكتور تمام. هذا المكان دائما جزاه الله خير بيدعو رئيس نقابة الأطباء إذا كان موجود هنا، رئيس وكيل وزارة الصحة، رئيس هيئة استشارية من جامعة فيينا كلية الطب. امبارح أول امبارح دكتور ماهي كان عندنا نائب رئيس غرفة الصيادلة تمام، وهكذا. إذا الزيارات ممكن هن يجوا لهون إذا في إمكانية نروح إحنا نزورهم تمام. كل هذا بيترب. وعلى فكرة دائما لما يشوفوا إنه في منهجية عم يحكوا مع جهة عندها رؤية واضحة وعندها خطة بتشجعوا التعامل معهم. يعني لما رحت مرة على الأكها قلت لهم إحنا في عندنا مجموعة أطباء وحابين نعملكم زيارة للأكها، رحبوا جدا بالفكرة وعطونا أسماء إيميل إنه تواصلوا معهم ونحن ممكن نشجعهم. استبيانات لازم احنا بعد فترة تمام نوزع استبيانات نعرف احنا شو ناقصنا وشو محتاجين والجهات اللي متعامل معها شو محتاجة او شو متوقع مننا. اوكي بعدين في مشاريع لازم احنا يكون في اشخاص مسؤولين عن المشاريع. ممكن يكون مشاريع صغيرة نبدأها مثل ما بدأنا احنا هون، مثلا عملنا قاعدة بيانات، في اشخاص مسؤولين عن قاعدة بيانات، في اشخاص مسؤولين عن الواتس اب، في عنا مثلا ادمنز مسؤولين عن الواتس اب تمام، عن الفيسبوك. فيما بعد مشاريع تانية ممكن تكبر أكثر، مشاريع لغة، مشاريع اندماج تمام، هذا كله فيما بعد تمام. التبادل الثقافي بيننا وبين الأشخاص اللي نتعامل معهم. أوكي بعدين صياغة الرؤية، نحن كمحامين وين بنشوف حالنا ب 2025 تمام. لازم نصيغ الرؤية تبعنا نحن إنه نكون كذا وكذا وكذا، هذا بعدين إن شاء الله نتكلم فيه إحنا. الخطة الاستراتيجية اللي بنمشي عليها خلال 2025 تمام، وأجندة السياسة تبعنا يعني من تفاصيل بتفصل لي أنا شو لازم أعمل بأي وقت، وفي حال مثلا صار في إشكالية شو لازم أعمل وكيف أنا أعالجها تمام. إذا أنا عملت هالأشياء كلها أستاذ مظفر أصبح كرتونة البيض اللي أنا كنت أمشي عليها اختفت. أصبح أنا شوفي عندي قاعدة صلبة تمام بنطلق فيها أنا بشكل قوي وواثق من نفسي وبشكل منهجي ومؤسسي لحتى أصل لتحقيق حلمي. طيب الآن مثل ما قلنا لازم العمل إذا كان في إدارة أداء تمام فهو عمل جدير على الاستمرارية. أنا ما بقدر أحكم على شخص من منطلق أهوائي الشخصية تمام، ولكن أنا لازم أكون قادر على أنه أحكم عليه من 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 أدائه شو أدى من أهداف تمام. هذا الشيء اسمه performance management system، إدارة الأداء. في قاعدة بتقول ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته تمام. إذا أنا ما قادر قيس الشيء اللي بين إيدي أنا ما بقدر أديره، ما بقدر أتحكم فيه، صعب تمام. طيب ففكرة إدارة الأداء تقوم على السياسات والممارسات تمام والتكنولوجيا. في عندي برنامج تمام بالاستعانة مع خبراء تمام بيحطوا لنا الأهداف تبعنا ونصير نتواصل مع بعض نشوف إحنا. وهذا اللي سألتني عليه إنه شو جائزة انت اخذتها هو هذا تمام، انه انا قاعد اشوف عندي مؤشرات اداء تبعي. احنا خلال السنه هي في حطينا اهداف شو حققنا منها تمام وشو ما حققنا منها وليش ما حققناها وشو الاشكاليات اللي صارت معي. هذا هو نظام اداره الاداء. طيب كيف اذا نظام اداره برنامج اداره الاداء شلون بيشتغل تمام، كيف انا بقدر اعمل برنامج اداره الاداء عندي. احنا كلياتنا بنجتمع هالفريق العمل اللي فيه له اداره فيه له توجه باول بشهر واحد من كل سنه. بنقول احنا الان في شهر يناير 2016 مثلا، طبعا احنا الان تقريبا، ولكن الى ان يعني ناخذ خطواتنا كذا حنوصل ليناير 2017 تمام. احنا عم نمشي ولكن عم نمشي ضمن منهجيه. فبنجتمع بيناير 2017 بعد ما نكون خلصنا واستكملنا اجراءاتنا، بنقول يا جماعه انتم يا محامين تمام
لحتى نحن نوصل لرؤية 2025 شو لازم، شو الخطوات اللي لازم نعملها؟ تمام، هالسنة هي 2016 احنا شو لازم نساوي؟ تمام، وامتى لازم نساوي؟ وشو مستوى الإنجاز؟ يعني مثلا الأستاذ مظفر بيقول مثلا احنا هالسنة هي بدنا نعمل قاعدة بيانات لكل المحامين الموجودين في النمسا، تمام؟ القدامى والجداد وإلى آخره، ولازم هاي القاعدة البيانات نجهزها خلال 3 شهور. هدف القريب. هذا هدف القريب. القريب. هدف البعيد هو تقسيم السنوات. أحسن. أنا على فكرة جدا والله مسرور جدا إنك يعني عم تتفاعل معي، وبتمنى إنه فعلا هذا هالمنهجية هاي بالعمل تكون مسيطر عليها، إنه فعلا هذا هو الضمان الوحيد لنجاحنا. فإذا مثل ما تفضلت بشهر 1 بنحاول نتفق على الأهداف القريبة والبعيدة اللي بنحققها خلال 2017، تمام؟ بدنا قلنا بدنا قاعدة بيانات، بدنا مثلا نشوف نجمع البيانات اللي بيحتاجها الإنسان للتعديل إلى آخره، تمام؟ بنحط الأوبجيكتيف والكومبيت، بنحط الأهداف والكفاءات اللي أنا بتمكنني إنه يعني أوصل لهالهدف هذا. بعمل متابعة أنا، تمام، فولو أب كوتشينج خلال هالفترة إلى أن أصل إلى شهر 6، تمام. إحنا خلال هالفترة هاي عم نقول يا جماعة الهدف هذا شو صار معنا، شو عملتوا، شو سويتوا إلى آخره، إلى أن أصل إلى شهر 6 بصير عندي مراجعة نصف سنوية. نعم ما بعد إحنا والله خلال هالست شهور يا جماعة الهدف اللي حطيناه أنجزنا منه كذا، باقي منه كذا، تمام. الأهداف القريبة والبعيدة نعمل برضو فولو أب كوتشينج مراجعة إلى أن نصل إلى شهر 11، تمام. نعمل مراجعة سنوية الأهداف اللي إحنا خلال السنة هاي اللي حققناها كانت 100% 60% إلى آخره، تمام. وبيكون عندنا فيدباك، تمام، مراجعة إلى شهر يناير 2018، ونجي نقعد مع بعض الان بقى الجلسه النهائيه، تمام، انه اللي حقق الاهداف اللي حقق من اهدافه 70 80 90% يكرم، اللي حقق مثلا 60 او 50% بنشوف شو الخلل، تمام، ليش ما قدر اكثر من هيك، هل في عنده مشكله هو ولا محتاج تدريب ولا لانه يعني ما حد تعاون معه ولا كان محتاج امكانيات اكثر، تمام. ومنكرم الأشخاص اللي أنجزوا منكرمهم، واللي ما أنجزوا تمام بنحاول نساعدهم، بنحاول نشوف شو الخلل لحتى اللي ممكن راح يقول لك أنا ماني مهتم بالموضوع كله على بعضه، تمام. يعطيك العافية، شكرا كثير لك. لا استاذي كمان تفضل، كمان في احتمال إنه غير اختصاصه، كونه يدرس 4 سنين مش جديد. أحسن هو شو عم يدرس حقوق جديد، استاذ طالب صف أول، فيمكنه كمان غير اختصاصه يدرس هندسة أو في الشرقية أو في الشرقية مثلاً، يعني أو وشي مهنة مثلاً ثانية. أحسن هذا بالضبط، تمام، هذا هو الفيدباك، هذا هو المراجعة اللي بتتم، تمام، إلى نجي لنهاية السنة، تمام. هذا كل شيء بيوصلني لشيء واحد، تتذكر شو هو؟ تحسين الأداء. أحسن، تحسين مستمر، تمام، هذا هو تحسين مستمر. طيب الآن 2025 الحلم كيف انا بدي احققه؟ مش معجزه؟ ابدا مش معجزه، هذا هو نموذج تميز معتمد من المنتدى الاوروبي لإدارة الجودة، تمام، بتدرب عليه بتطبقه، تمام، بتواصل مع المنتدى في بروكسل، انا عندي تواصل معهم، تمام، بقول لهم يا جماعه اتفضلوا احنا عندنا جماعه المحامين طبقنا النموذج حابين انه تعطونا اعتماد، ناخذ اعتماد من ادمره فيينا، في عندنا طبعا في شيء اسمه كواليتي سنتر، في جهات معينه هي مختصه بالكلام، احنا بنتدرب عليه وبنطبقه، هذا من ضمن الاداره الان تبعنا، تمام. الان احنا بالنسبه لنا بس نعطيكم فكره بالنسبه للاطباء طبعا على السريع، هذا المشروع احنا بدانا من 6 شهور، في عندنا حوالي 200 طبيب، تمام، وصيدلي،
طبعا هدول اللي نحن بنعرفهم يعني 150 اللي بنعرفهم احنا لل 200 في ناس ما بنعرفهم. في هاي الاستراتيجية اللي قلنا عليها، التكاليف المالية، الاحتياجات، اللغة، عدم السماح، هالمشاكل كلها تمام. مثل ما انتم شايفين هون جرايد عم تكتب تمام، احتياجات للاطباء. هذا الشيء خلانا الدكتور تمام كيلاني، الدكتور غزوان الأكتع والاطباء نفسهم